السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها للحديث عن قرار وزارة التعليم العالي القاضي بإلغاء منح المتفوقين في البكالوريا لهذا العام، حيث عبر الاتحاد الوطني لنصرة لطلبة موريتانيا عن صدمته من هذا القرار الذي وصفه بالارتجالي والمفاجئ، وأنه لم يراعي مصالح الطلاب الموريتانيين ومعاناتهم في التحصيل والتفوق وطموحاتهم المشروعة في تعليم عالي متميز ومتطور، الذي يقول الاتحاد أن الوزارة ما تزال فاشلة في إرساء دعائمه ومتطلباته. إذن معنا لنقاش هذا الموضوع الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى، أهلا وسهلا بك. طبعا عبرتم في الاتحاد عن ربما صدمتكم وأن هذا وصفتموه حتى بالقرار الارتجالي، فيما تتمثل هذه الارتجالية التي تتحدثون عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. شكرا لقناتكم المحترمة على هذه الفرصة، وهني أولا طالب الموريتانيين الناجحين في البكالوريا هذا العام، وأتمنى لهم مسارا أكاديميا متميزا. هذه الارتجالية، معالم الارتجالية تتمثل أساسا في أولا عدم تحضير لهذا القرار، عدم أخذ رأي واستشارة المتداخلين في المجال، عدم استشارة المعنيين بالمجال من طلاب، من إدارات، من أطر قائمة على التعليم العالي الوطني، أيضا عدم إحصاء الإمكانات الحقيقية الموجودة في مؤسسات التعليم العالي الوطني ومعرفة ما إذا كانت فعلا مستعدة وجاهزة لاستقبال هذا الكم من الطلاب، خصوصا أن إذا حسب أخذنا عدد مقارنة بسيطة بأعداد الأساتذة الآن في التعليم العالي الوطني بشكل بجميع المؤسسات، أعداد العمال القائمين على خدمة الطلاب والعمل في المؤسسات، حتى أعداد البنية الجاهزة الآن من المؤسسات، عروض التكوين الموجودة، عدد المكتبات الموجود، عدد المختبرات، عدم نجد أن هذا لا يمكن أن يستوعب أكثر من 10,000 طالب، فكيف ب 17,000 طالب موريتاني زيادة على ما كان يتابع الآن في السنة الثانية والسنة الثالثة في المؤسسات التعليم العالي وماستر بالنسبة للموجودين. بالتالي معالم الارتجالية تجسد في أنه ليست هناك، الواضح أنه ليست هناك مراعاة للمتاح من البنية الجاهز، وأيضا لم يراعي عدد موجود من الأساتذة الذين لا يمكن أن يؤطروا نصف هذا العدد، وبالتالي ترحل المقاومة الآن في البنية التعليمية بشكل عام بمختلف جوانبها، من الواضح جدا أن هذا القرار عنه لم يراعي هذه البنية الموجودة وهي الإمكانات القائمة لدى مؤسسة التعليم. يعني الوزارة تقول أنه هذا القرار جاء بعد تخطيط وجاء بفعل يعني تراكمات من العمل يعني من العمل على التعليم العالي في البلاد، انه هذه التراكمات وصلت بالبلاد الى الاكتفاء الذاتي يعني يعني التعليم العالي ومرتنت يعني صح التعبير هذا التعليم العالي. يعني كيف يكون ارتجاليا والوزاره تتحدث عن هذه التراكمات وعن هذا العمل الجامعي بشكل عام؟ الحقيقه ان القرار مرتجل ولا يمكن ان يقال عكس ذلك. نحن في النقابات الطلابية الموريتانية في جميع النقابات الطلابية كنا في لقاء مع الوزير التعليم العالي قبل تقريبا 10 أيام فقط، حينها الوزير لم يتحدث عن آليات القرار ولا عن أنه سيطبق هذا العام ولا عن أي تفاصيل متعلقة به، تحدث عنه كقرار، لم يتحدث أن هناك مساعي، لكنه لم يتحدث عن قرار موجود قائم سيطبق في هذه السنة، وبالتالي هذا القرار واضح جدا انه مرتجل، وواضح ايضا حتى الوزير نفسه، اين متى اتى هذا الوزير لوزاره التعليم العالي؟ لم يمضي عليه حتى الان شهر واحد، هذه الرؤيه كانت موجوده قبله لكنها كانت تنتظر، هو فعلا قرار طموح، وان كان قرار طموح ونحن لسنا ضد هذا القرار في من حيث المبدا، لانه قرار فعلا مهم ونسعى لان تكون هناك اكتفاء ذاتي في كل مراحل التعليم العالي، لكن الطموح شيء والشعارات شيء والواقع شيء اخر. الواقع الان ان الوضع التعليم العالي الحالي الموجوده بالحاله التي كان عليها السنه الماضيه دون هذه النسبه الكبيره 6,000 نجحت الان في البكالوريا زيادة على العدد اللي نجح السنة الماضية، بالإضافة للطلبة المعيدين والطلبة اللي ما يواصلون مسارهم، أن التعليم العالي عنه لا يستوعبه سواء كان فيما يتعلق بالأساتذة، لأن هناك نقص كبير في الأساتذة. نحن حين نتحدث عن الاكتفاء الذاتي نتحدث عن مرتنة مرحلة الليسانس والاكتفاء في مرحلة الليسانس، يجب أن نتحدث عن عدد الأساتذة، عن اكتتابات الأساتذة، متى كان آخر اكتتاب الأساتذة مثلا في كلية الطب مثلا 2006 2008 2010 عدد الطلاب ما زالت نفسها، كلية العلوم القانونية جامعة نواكشوط 100
كأستاذ يعني في نحن في الآن الأيام الماضية يعني هذه المشكلة أن الوزير يتحدث فيما يتعلق بالطلاب وما يتعلق بمنع الطلاب من التسجيل في الخارج ويتحدث عن قرار تم اتخاذه وسيطبق دون أي مشاورة مع الطلاب بطريقة ارتجالية وفيما يتحدث في الإمكانات والبنية بمختلف جوانبها يتعلق في سنفعله المستشفى الجامعي سنسعى يعني إلى بنائه يعني هناك تطور كبير على مستوى التعليم العالي في شهادة توس يعني السنوات الأخيرة في البلاد لا يمكن أن ينكر هناك تطور على مستوى البنية التحتية هناك تطور حتى على مستوى الطاقة الاستيعابية للجامعة من يعني بدأت تستوعب 11,000 مقعد إضافية هناك تطور كبير على مستوى البنية التحتية وحتى على المناهج الدراسية يعني لا يمكن نقول إنه هذا القرار يعني جاء بعد التفكير بعد هذا كل هذه التراكمات بخصوص هذا القرار وبخصوص تطور التعليم العالي نحن لسنا ضد القرارات المدروسة والتي يمكن أن تطبق بل نحن من نسعى إليها ونناضل من أجلها وخصوص تطور التعليم العالي هذا هو هدفنا في اتحاد وطني طلبة الثانية أن يتطور التعليم العالي وأن تتطور مراحله وأن يتقدم في مختلف جوانبه سواء في ما يتعلق بالمناهج ما يتعلق لكن تطوره يصل بنا إلى هذه المرحلة وهو ما وصل نحن لا نتحدث عن شعارات نحن لا نتحدث عن إمكانات حقيقية موجودة الإمكانات الحالية الموجودة لا يمكن أن تستوعب 17,000 طالب موريتاني سواء كان هناك طاقة استيعابية يعني طاقة استيعابية للجامعة زادت هناك مثلا كلية الطب حتى تحولت يعني طاقتها الاستيعابية من 200 إلى 400 مقعد هناك نحن نتحدث الوزارة الوزارة هنا تتحدث عن شعارات فقط لا تتحدث عن شعارات هذه الوزارة تتحدث عن مستشفى جامعي حتى على الاقل البناء لكن البناء أنا البناء اتحدث البناء الان عن الطاقة الاستيعابية الوزارة حين تتحدث عن الطاقة الاستيعابية تتحدث عن كل الطب عن بناء مدرج الطلبة لم يدخلوا هذا المدرج بعد لم تنتهي اشغاله بعد المستشفى الجامعي حتى الان لم يكتمل بناؤه القانوني حتى اما عن وجود الفيزيائي فهذا من الممكن ان لا يحدث في القريب العاجل وتحدثت ايضا عن بعض المؤسسات نحن لدينا بعض المؤسسات تعاني في الحالة السابقة تعاني من إشكاليات كبيرة جدا في استيعاب الطلاب هذه الإمكانات التي لم تكن موجودة في العام الماضي ونحن نشاهد بعض المؤسسات التي تكون موجودة في العام القادم يعني لا نحن هنا في الحق يجب أن نصارح الرأي العام الوطني والطلابي ونقول بأن الطاقة الاستيعابية الموجودة حاليا لا يمكن أن تستوعب نصف هؤلاء الطلبة والتعليم العالي الوزارة الحالية بهذا القرار المرتجل والقرار القافز على الواقع وإن كان حالما وإن كان طموحا ونسعى بل ونطالب بأن نصل إليه لكن للأسف الخطأ أن الوزارة أن طبقته قبل أن يحين وقت الذي يمكن أن يطبق فيه لأن هنا يجب أن نتحدث عن الإمكانات الموجودة 17,000 طالب ستسجل هذه السنة في التعليم العالي الوطني بالإضافة ل 14,000 طالب كانت موجودة نتحدث هنا عن استيعابها أولا نتحدث عن السكن الجامعي لا يستوعب سوى 4,000 سرير المفتوح منها الآن الذي يستغله الطلاب مستغل منها هو 2,000 طالب فقط 2,000 سرير فقط من أصل كم؟ نتحدث عن المطعم الجامعي الموجود بالتفويج لا يمكن أن يستفيد منه يوميا أكثر من 3,000 طالب حين نتكلم عن النقل الجامعي يوميا فيه أزمات في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطني أما بعض المؤسسات فهناك بعض المؤسسات اللي ما زالت محرومة حتى الآن منها النقل الجامعي نتحدث عن المنحة لا يمنح سوى 2,600 طالب من أصل كم؟ من أصل 17,000 هذه السنة ستدخل التعليم العالي هذه السنة و 14,000 تقريبا ستكون موجودة أمام ستأتي الجامعة بالتالي هذا هو ما يمكن حينما نتحدث عن الطاقة الاستيعابية نتحدث عن هذا عن الأساتذة مثلا هناك بعض المؤسسات التي يكتمل عليها الفصل الدراسي وبعض المواد لم تدرس حصة واحدة تجرى الامتحانات ببعض المواد وننتظر المواد الأخرى حتى يأتي أستاذ من السماء والأرض حتى ندرس بعض المواد وبالتالي هناك إشكالية حتى بعض المواد الإدارات لا تجد من يستطيع أن يدرسها لكن هذا القرار وبالتالي حين نتحدث عن استيعاب الطلاب ونتحدث عن هذه الرباعية عن الخدمات بمختلف عناوينها بالجانب التربوي والأكاديمي المترحل والمتقدم جدا نتكلم عن المختبرات وقاعة المعلوماتية التي لا توجد في أغلب المؤسسات التي تتطلبها وإن وجدت فهي مترحلة وقديمة جدا لم يحدث منها أي شيء ونتحدث أيضا عن البنية التي لا تستوعب الطلاب وعن السكنات الطلابية التي لا توجد في أغلب المؤسسات وما يوجد منها كما قلت من السكن الجامعي في جامعة نواكشوط لا يستوعب 4,000 طالب لكن فبالتالي يعني لا يمكن الوزارة أن تقنع الطلاب وتقنع رأي العام الوطني أن لا يمكن أن استوعب هذا العدد من الطلاب ونحن لدينا 17,000 طالب تسجل هذه السنة ونحن لدينا 4,000 سرير لدينا 3,000 طالب يمكن أن يستفيدوا من المطعم مثلا حينما هذا 17,000 طالب على الأقل 15,000 طالب منها في جامعة نواكشوط مثلا لين يوميا يتقدم المطعم يتقدم 3,000 شو يبقى
يريد نفتح له سكن جامعي وفتحناه بطاقة استيعابية كاملة رغم انه ما زال حلو يستفاد كم 4000 سرير فقط لكن هذا لكن طاقة استيعابية اللي تحدث عنها لا يمكن هنا طاقة استيعابية اللي تحدث عنها الوزارة لا يمكن نحن ربما اسمح لنا رجاء ونحن نرجع الى هذه الارقام الحقيقية المتاحة في التعليم العالي إذا ما قرناها بأعداد طلاب السجل هذه السنة سنجد أن هناك بوم شاسع بين الشعارات التي ترفعه الوزارة ونحن نسعى إلى أن تكون واقعا وبين الواقع الحقيقي الذي نحن نسعى فعلا أن يكيف معه. لكن هي ما قال أنها شعارات هي هناك بالفعل يعني تدشين لمراكبات جامعية أصدق مثال جديدة. على أنها شعارات هو أن حتى القائمين أنفسهم على التعليم العالي باستثناء معالي الوزير أغلبهم حين تسلم عن هذه القرارات يقول لك شاهدناها فقط في التلفزيون لا علاقة لنا بها لم يؤخذ رأيهم فيها. أنا شخصيا شاركت في الأيام التشاورية التي نظمتها الوزارة في بداية هذا العام الجميع يتحدث عن ضرورة توسيع الخدمات الجامعية عن ضرورة توفير المؤسسات الجامعية عن ضرورة زيادة لكن هذا القرار اسمح لي وجميعنا متفق ونحن النقابة الطلابية كنا سنكون الآن مسرور بهذا القرار لو أنه وفرت هناك بنية داعمة تمكن من استيعاب فعلا هؤلاء الطلاب لأن هذا كون الطلاب توفر لهم عروض متنوعة داخل الوطن وهم قريبون من من من, من أهلهم وفي وطنهم وتكوين متميز لن يكون هناك طالب سيء فكر في الخارج لكن بهذه الوضعية هذا لا يمكن بالإضافة إلى أن الطلاب الموريتاني هذه المنح تم الآن نعتبر أننا تم قطعها دون أي مبرر معقول لأن هناك مليارين الآن ستقطع ولا ندري فيما ستصرف تصرف في ميزانية التعليم هذه الميزانية نحن يعني لا نتحدث عن الشعارات الوزارة تتحدث الآن تتحدث عن الميزانية التي كانت تصرف على هذه المنح هي تقارب ميزانية جامعة نواكشوط مثلا هذه الميزانية المهولة لا يمكن أن تصرف يعني في تطوير خدمات التعليم العالي بشكل عام في تطوير هذه الخدمات وهذه المشاكل التي كنت تتحدث عنها الآن وهذه يعني ستكون حسنة يعني في صالح التعليم العالي نحن يعني هو القرار بدأ تنفيذه الآن ستتحول الميزانية مباشرة إلى هذه الخدمات وإلى هذا التعليم العالي على الأقل هذا ما ندعو إليه ونطالب الوزارة أن تصرف هذه المخصصات في التعليم العالي الوطني وأن تنعكس فعلا على أرض الواقع لكن الواقع الحالي أن هذه المنح تم قطعها ظلما وعدوانا للطلبة الطلبة المتميزون على الأقل كل دول العالم ما فيها الدول المتقدمة سواء كان عربيا أو دوليا من أرقى الجامعات العالم تمنح طلاب المتميزين الخارج وهذا حق طبيعي للتميز فبالتالي جميع الطلبة المتميزين لهم الحق في منح خارج البلد عروض التكوين يجب أن توفر يجب أن تكون هناك عدد كافي من الأساتذة عدد كافي من الخدمات الجامعية لاستيعاب هؤلاء الطلبة عدد كافي من المؤسسات الجامعية حتى يمكن أن نتكلم عن 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 الاكتفاء ذاتي في المرحلة الأولى ونحن كما قلت في النقابة الطلابية كلنا هذا نسعى إليه وندافع من أجله أن يكون هناك تعليم عالي متميز ومتطور يستوعب جميع الطلبة الموريتانيين لكن بهذه الوضعية نعتبر أنه قرار مرتجل لا يستند إلى المعطيات الحقيقية الموجودة في التعليم العالي وأنه سيفاقم من أزمات التعليم العالي لأن هذا العام شهدنا أزمة كبيرة للتعليم العالي ب 15000 طالب فكيف الآن ب 17000 طالب هناك من يقول أنه يعني هؤلاء الطلبة المتفوقين يعني من حق مؤسساتنا التعليمية أن تحظى بهؤلاء المتفوقين لأنهم يضفون يعني نوعا من يعني النضج يعني نضج التجربة التعليمية في البلاد خصوصا انهم يعني كما تقول الوزاره كريم المتميزون أوكي. ليسوا في الان تجارب أوكي. لا. المتميزون ليسوا اسمح في لي الان تجارب الآن. لكن هم الوزاره لهم الحق أوكي. لهم الحق الكامل أوكي. في ان يستفيدوا من منح ماليه توفرها الدوله للدراسه في الخارج من اجل ليس أوكي. فقط من لكن اجل لكن ليس لكن فقط لكن اسمح لي موجوده اسمح لي اسمح لي من اجل استفاده اسمح لي سأكمل حتى معالي الوزير الحالي نفسه استفاد هذه فتره زمنيه لا هذه من المنح الخارجيه لكن نحن الان في التطور المنح الخارجيه توفر اولا تعليم عالي ومتميز للطالب لا توفر عليه مؤسسات جامعية وتوفر له أيضا تبادل خبرات لكن وفتاح على العالم لكن الآخر ستمكنه من تطوير مؤسسات جامعية إن عاد لموريتانيا لكن ماذا عن التخصصات التي يذهبون إليها هناك الوزارة تتحدث عن التخصصات التي يذهبون أنه 60% مثلا من الذين يمنحون أو المتفوقين يذهبون هناك إلى تخصصات دون المستوى المطلوب دون مستوى معدلاتهم المطلوبة وهذه التخصصات هي موجودة في المؤسسات التعليم العالي لنفترض ذلك جدلا مثلا كل العلوم التخصص مثلا المالي والمحاسبه مثلا كمثال موجود في موريتانيا لماذا الطالب يطلبه في الخارج وهو سيعاني مصاعب ماديه كبيره وسيعيش 3 سنوات على الاقل بعيدا عن اهله وسيعاني من اللغه وسيعاني من التاقلم وسيعاني لماذا لانه لا توجد هنا
لا يمكن هنا أن نقارن بين ما هو موجود خارج ما هو موجود عندنا، سواء كان في جودة التكوين، سواء كان في المخرجات، سواء كان في البنية الداعمة فيما يتعلق بالخدمات الجامعية، فيما يتعلق بالإنشطة الجامعي، فيما يتعلق بالتوجيه الجامعي. وبالتالي حتى التخصصات الموجودة عندنا لا يمكن أن نقارنها بالموجودة في الخارج. أما التخصصات التي لا توجد عندنا فهي الأغلب. هناك بعض التخصصات الهامة والتي هي مطلوبة الآن في الوطن، مثلا فيما يتعلق بالبترول والغاز، هندسة الحاسوب، البيطرة، تخصصات مهمة جدا لا توفر عليها حتى في الذكاء الصناعي لا توجد موريتانيا. أيضا هناك بعض التخصصات من معالم هذه الارتجالية، هناك بعض التخصصات التي فتحت العام الماضي فقط والعام قبل الماضي تم إغلاقها هذه السنة، تم إغلاقها لم بالكل. لم حتى أنها حتى الآن لم تتخرج منها ولا دفعة واحدة، الآن لم يوجه إليها الطلب. تم إغلاقها، لما فتحت، لما تم إغلاقها؟ هل يعني جاء محلها بتخصصات أخرى ولا تم إغلاقها بتوجيه فقط؟ تم إغلاق توجيهها مباشرة، لكن ما جاءت تخصصات أخرى، تخصصات أخرى، تم استحداث تخصص واحد وتم إغلاق تخصصات أخرى بعضها كان مهم جدا وعليه طلب كبير في السوق الموريتاني، بالتالي تم بطريقة ارتجالية. أيضا هناك بعض شعبتين من البكالوريا تم حرمانهم من التوجيه إلى ثلاث مؤسسات جامعية، بعضهم كان يوجه إليها حتى العام الماضي. ما هذه تخصص؟ كل يعني هذا شعبتين، كل هذا شعبتين، الهندسة وشعبة العلوم. هذه تخصصات لم يوجه، حرمت من التوجيه إلى ثلاث مؤسسات جامعية، المعهد الموجود في زويرات ومجمع بوليتكنيك وأيضا المعهد العالي الرقمن. يعني حتى توضيح تم يعني هذا حتى تم هذا حتى تم حجب هذه المؤسسات، تم حجبها عن بما يعني فيهم، بما فيهم مماجرات، ما فيهم مماجرات متفوقين، ما فيهم تفوق. وش يعني ايش عندهم المشكله يعني. حتى المشكله هنا انه حتى الوزاره لم تكلف نفسها عن على الاقل شرح لما على الاقل. لكن يعني هم شو تاح لهم التخصصات يعني هذه المفارقه، هذه نتيجه اي القرارات الارتجاليه التي حتى الوزاره على الاقل لم تكلف نفسها، على الاقل ان تنير الطلاب حولها. اوكي. طبعا ايضا هناك حتى الوزير يتحدث عنه مثلا نسبه قليله هي كانت تذهب الى يعني الى الخارج في في في, في يعني المنح الخارجيه، 1.5 فقط من هذه يعني من كل الطلاب المنوحين، لذلك هذا العدد قد لا يؤثر بشكل كبير على يعني ما تذكر انه قد يكون يسبب مشاكل او يسبب ازمه في هذه النقطه. هذه النقطه للاسف اقدمت الاداره على مغالطه الراي العام حولها. هنا نوضح ان الطلاب اللي كانوا يمتنحون على نفقه الدوله الموريتانيه هاي نسبه وقليله جدا فعلا، يعني نسبه قليله للاسف هم كانوا تمنحهم الدوله الموريتانيه، لكن هناك نسبه كبيره ايضا اكبر من ذلك كانت تحصل على مقاعد من طرف الدولة الموريتانية وليست معها مقابل مالي، منحة مالية، وإنما هذه المقاعد فقط. وبالتالي تم حجب المقاعد الممنوحين الطلاب فيها، وتم حجب المقاعد نصف منحة التي كانت تجري عن طرف الدولة الموريتانية. وأكثر من ذلك هناك آلاف طلاب موريتانيين كانوا لا يسجلوا في الخارج على نفقتهم، اللي يسمعوا هذه التنكفارات الذكرى، هذه الشعارات على أن التعليم العالي هو عادل والمتطور وعن العروض عاد توفرهم كاملين، دوروا يتركوا الخارج ولا تاوي يقدوا الامور اصلا ظروفهم تعبانه ما تاوي يقصوا الخارج، لانهم سامعين عن هذا التعليم هون عن عادله وعدلوا له وعدلوا، بالتالي للاسف عن هذا عنه له واسع لانه هون ضغط مانع المؤسسات الجامعيه ما عندها له حاله، والوضعيه البنيه الخدميه كامله ما عندها له حاله، وهذا له فاق من ازمات التعليم العالي الموجوده عندنا اللي كانت ما هي قادره تحمل شيء، وبالتالي الوزاره يلا عنها تحمل مسؤوليه في القرارات اللي قبل، اولا بعنها تقبل اللي قادره تقبل من الاجراءات اياك عنها تخفف من وطئتها، وعنها ايضا تعرف عنها راي للاسف عن التعليم العالي عنه هذا راجن عنه ما تعود هذه عن بدايه انهيار التعليم العالي ان لم تتلافاه الوزاره وتقبل تدخل حوار جدي مع نقابه الطلابيه وثني الطلاب ومع اطراف الاسره الجامعيه كامله، وعنها تقبل قرارات بناء على ذلك، ما تعود الوزاره تكتفي بقرارات ارتجاليه دون مراعاه الواقع. اوكي. يعني هناك ايضا ربما ايجابيه اخرى، مصائب قوم من عند قوم فوائد، انه الوزير يتحدث عن يعني الغاء هذه المنح سيحول لمنح الماجستير، انه يزاد عدد مقاعد في منح الماجستير والدكتوراه، يعني ما رايكم في هذا؟ الحقيقه ان الوزاره للاسف الان يبدو انها بدات تنظر بنظرات جديده للتعليم العالي، لانه الوزارة حينما تحدث عن زيادة المنح تحدث أن هذه ليست منح وإنما مقاعد فقط، وبالتالي حتى لو الوزارة فعلا نفذت ما قالت بأنها ستزيد عدد المقاعد لكنها مقاعد بدون منحة. بدون كيف؟
الدولة توفر فقط المقعد للطالب أن يواصل دراسته العليا في الخارج، لكن في مرحلة الماجستير والدكتوراه يعني هذا ما تحدث عنه الوزارة، أن هذه المقاعد لا تعني أنها مقاعد منح، وإنما هي نصف منحة فقط، بالتالي هو مقعد فقط في الخارج. كل هذه أيضا هنا هذه مفارقة، هو التعليم العالي للوزارة ما دامت استطاعت، كيف تستطيع الوزارة أن توفر اكتفاء ذاتي في مرحلة الليسانس اللي تمثل نسبة 80%؟ المرحلة الأولى للليسانس تمثل 80% تقريبا من الطلاب الموريتانيين، كيف يمكن أن توفر كل هذه الأساتذة وكل هذه البنية وهي لم تستطع أن توفر نسبة 20% اللي تمثل في ماستر والدكتوراه؟ هذه تدرج غير منطقي، هو تدرج غير منطقي. توفر التعليم العالي المرحلة الأولى 80% بما تطلبه من عدد الأساتذة وعدد المؤطرين وعدد المشرفين والقائمين عليها، ولا يمكن أن توفر نسبة 20% الأخرى والتي هي نسب بسيطة جدا؟ هذا لا يمكن نتحدث عن مدرستين فقط للدكتوراه، لكن هذه التجربة حينما تنجح يعني سيادة التعليم العالي ومرتنة هذا التعليم، يمكن أن تعمم فيما بعد إلى هذه المنح الأخرى في حال تكون قبلته. طبعا المشكلة الحقيقية عن التعليم العالي عنه لا يحتاج شعارات، وإنما يحتاج هذه المرتنة والاكتفاء الذاتي. هذه الشعارات يمكن أن تأخذها في مجالات أخرى، ويمكن أن تكون حوافز، لكنها ليست لا تستعمل في مثل التعليم العالي مثل المعطيات الدقيقة. هذا لا يمكن إطلاقا أن يستوعب هذا العدد الكبير من الطلاب الموريتانيين في بنية كانت معروفة، هي البنية المعروفة الآن. حتى أن الخبراء الآن المشرفين على التعليم العالي من أساتذة وإداريين كلهم يتحدثون أنها غير ممكن، يعني لا يمكن أن يستوعبوا هذا العدد. يستوعبوا طبعاً، هذه طبعاً ربما نقطة متجاوزة، لأنهم الوزارة دائماً تتحدث عن أن زادة الطاقة الاستيعابية، لكن هناك يعني رواية أخرى يقولها البعض، إنه بعض المؤيدين لهذا القرار، إنه حتى يعني بعض المؤسسات الجامعية. بعض المؤيدين منهم. هناك موجودين بعض المؤيدين. لا، جميع النقابات الطلابية لم تؤيد واحدة من هذا. لا أتحدث عن هذا، هناك حتى بعض أطر التعليم العالي لم نسمع أطر التعليم العالي يؤيدون هذا القرار. هناك بعض حتى الأساتذة لم نسمع أساتذة يؤيدون هذا القرار، حتى الأساتذة أنفسهم لا يطالبون بإشراكهم في الاكتتاب. طبعا الأساتذة هذا ربما في صالحهم، هناك يطالبون طبعا لأنه زادت الطاقة الاستيعابية وزاد هذا، لأنه لكن يعني يمكن أن يكون هذا حافز نحو اكتتابهم من جديد. لكن هناك من يتحدث إنه بعض المؤسسات التعليمية، حتى بعض يعني التلاميذ أو طلاب هذه المؤسسات يتفوقون على 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 طلاب المؤسسات الأخرى التي يمنح إليها هؤلاء المتفوقين في دول الجوار. عندك مثلا البوليتكنيك، عندك مثلا، يعني هذا ليس دليلا انه تخصصاتنا، يعني التخصصات اللي يقراوهم جودة عالية جدا. يمكن هذا طرح متميز، يا غير هون نختاروا وضحوا فيش الطالب المتميز، يا الله دولته عنها تساعده فعن يجبر افضل تعليم قاعد يخلق، افضل خدمات قاعده تعدل، وتجيب افضل ظروف قاعد يخلق، ياك عنه يتميز ولا رجع يخدمها. اللي ليه عدلوا حالا شنو عنه يقبل ماجور بذلوا فيه ياسر من الجهود، وبذل هو ياسر من الجهود، وجبر شبه قاعد يجبره في مرحله البكالوريا هون وتميز. لا يردوه التعليم العالي عندنا احنا اللي نعرفه للاسف، اللي ما فيه لا خدمات تساعده في عنه يقدر يعود الجو ملائم، ولا فيه مقررات تربويه ملائمه مواكبه قاعده عنها تديره في جو قاعد ينافس في التعليم العالي الوطني، ولا عنه ينافس في التعليم العالي الاخر. الطالب الموريتاني اللي كان يتميز وينافس زملائه في الخارج من دول اخرى ويفوز عليهم، حالا اللي يقرا عندنا هو للاسف ما تلاقيه قد ينافس ولا طالب واحد. وكان يفوز هنا ده من داخل المؤسسات الجامعيه، يعني الطلاب مثلا بوليتكنيك كانوا يتفوقون على 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 نظرائهم في هذا، في يعني في المؤسسات الاخرى الجامعيه الاخرى في البلاد في الدول الاخرى. نحن في الاتحاد الوطني للطلاب الموريتاني نفتخر بان هناك بعض المؤسسات، منها مثلا بوليتكنيك تحدثتم عنها، نفتخر بان بعض الطلاب المتميزين يا غير ذي القرارات تركه هي اللي تخسر عليهم. نحن نقبل مؤسسه جامعيه ونديروا فيها نستثمر فيها مبالغ كبيره ونعطوها الكافيه من الاساتذه ونسبه قليله من 100 طالب مثلا او 200 طالب، ونخلوها تشتغل عليه 3 سنوات 4 سنوات، هاي قلت ونعطوها نجيبوا لها برامج مقررات متميزه ونعطوها الوسائل كامله اللي كافيتها، هاي قلت خرج لنا وطور اكفاء متميزين يقدروا ينافسون داخليا ويقدروا ينافسون وطنيا. لين اللي نغرقوها بالطلاب، بدل 200 نجيبوا 500، الاستاذ كان يقري 20 تلميذ عاد يقري 70، هذا ما تصح. اذا شكرا، هذا هو الخايف منه حالا عن هذا الاغراق اللي يخلق عنه اللي عدد التعليم العالي المخرجات ماتت مهمه واللي هو واسع عن النسبه الكبيره من الطلاب اللي ما يجابر حد يقريه ولا يجابر شيء يستوعبها عن للاسف اللي تلعت الريح عنه اللي يهدد التعليم العالي بالنهايه للاسف. محمد يحيى المصطفى الامين العام لنقابه الاتحاد الوطني للطلبه الموريتانيه، شكرا جزيلا لك. اول الشكر موصول لكم على حسن الاستماع والمتابعه، والى ان نلقاكم في حلقه اخرى من برنامج المشهد، في امان الله.